مرحبا ويعطيكم العافية متابعينا الأعزاء. طبعا مثل ما نكون شايفين أنا رجعت على مدينة البركان، منطقة البركان وأبو القلعة. شفتوا نحن في 2 فنجر قتلناهم في المنطقة هني، فبس بدنا نحكي الشخص هاد لأنه مو هو شارك معنا بالمعركة، فبيعطينا مكافأة ونكمل الجيم. شايفين Let us tread the path of the recusant together till we reach the miserable death that awaits us. You're still alive, I see. Well, نحن لساتنا عايشين، كيف لك يا عم؟ بدنا نخلص ان شاء الله. طيب هلا شوف وين بدنا ننتقل بالماب. شايفين في هون نقطتين حمر لازم هدول نقتلهم. تودينا للزعيم البركان. خلنا ننزل هون. هلا في كذا قصة بدنا نخلص هون ونخلص لنا كم من نفق. هضبة التوس. طيب نحن هلا بهضبة التوس هون عنا كذا نقطة نخلص هون، فبدنا نحاول نطلع لعند الساحر نشوفه، نحكي الفينجر بتقرا الاصابع، نخلص هالمواضيع هاي. تمام خلينا نبلش. بسم الله يا قول يا رب. طبعا هون في ناس نزل لتحت ما شغل فيها بنوب يعني، بس طبعا هدول الاسهم برموا علينا اسهم من ورا، فبنحاول نضل بعيدين على الطرف عشان ما يجينا سهم غدر. وجمعت هذا الطريق مشان القلعه كمان من بعد عنهم، لانه طريق القلعه بصير يرموا علينا اسهم. طبعا راح نلاقي بونفاير قدامنا، نحاول نفتحها. هي على اليمين شايفينها. طيب نطلع عند الساحر هلا. هدول غثيثين ما لنا شغل فيهم. طبعا الساحر انتقل عم يدور على صاحب الوجه الاصفر، قناع الذهبي. بنحاول ننزل عنده. طبعا هون في الخريطة افتحوها من هذه المنطقة اللي وراي، النقطة اللي وراي. To meet a familiar face, even after departing the round table hold. I've been doing some learning of my own since then, actually. And will happily pass it along to you. شايفين عن القناع الذهبي. I'm yet to find the noble gold mask. هو عم بدور عليه، نحن بدنا نساعده نعمل سيرشنج عليه لحتى نلاقي له اياه ونجي نخبره عليه. Since departing the round table hold, I've come to understand in my solitude how little it is I truly know. May the golden order shine through you. اوكي هاي شايفين هون الماب بتلاقوها، نضل متابعين. طبعا في راح تلاقوا بطريقكم جنود ومجنود، ما قطعوهم ما عندكم مشكله، واللي حابب يقتلهم ياخذ رونز كمان ليش لا، بالعكس هاي المنطقه بتعطي رونزات اكثر من اول الجيم بتفيدكم يعني. شايفين اجوا على يميني. هون بتلاقوا تبعت عجوز هاي تقطع الأصابع. You please I can read them. على طول تقرا الأصابع يعني، هي موضوع تشاتنج لا أكثر ولا أقل. أهو To the east ruins of gold. To the west The serpent's sacrilege. Wherever the path leads,
so shall you follow. Wherever the path leads, only more sorrow. Tis a curse. لعنة. لعنة ماريكا. ماريكا. The curse of Queen Marika. زعلانة هاي. عرفت اه ايه. طيب. طبعا هون في بائع. موسيقى جدا رائعة. Am I terribly sorry. Are you here as a customer? طبعا بتحبوا تشتروا من عنده او البيع فيكم. تابع البوفيات. طبعا في المروحة. هلا ما راح تكون مراوح. راح نكمل الطريق نظامي معنا. هلا بننزل لعند دول الحصان. سمعين اصوات. الصوت ممكن تحكي او شيء. هلا بتصير كتير الصوت قوي طبعا بس نقرب منه. انا صراحه ما عرفت شو قصتهم هدول بس قاعدين كلهم عباء. عمليه بكاء رهيبه يعني. كلهم زعلانين. لشو زعلانين ماني عارفان انا. بس تجنبوهم لانه القتال معهم كتير بشع. قصة اذا عملية مثل خلنا نحكي الاستفراغ فبرمي عليك من الشجر الاسود ودغري دايركت على الموت يعني. ما في مزح جنوب معه. طيب انا راح افوت المنطقة واشرح عنها بشكل اوسع. طبعا هون في عنا نفق بدنا نحاول نوصل له هو اهم شيء. تاخده في سهر. طبعا النفق هون بده يكون موجود. فدول طبعا كل شيء ماتيريال سهل انك تتاخر حتى لو كانت اثنيناتهم يعني بتكون المرأة على السريع وبتاخذوها. هون النفق شايفين. هلا راح احاول انا اتصيدهم بالسهول. اضرب عليهم سهم عشان ما يحاولوا يقربوا مني ابدا. شفتوا هاي العملية. هاي الطريقة إذا عمل عليك معناته استفرغ عليك أو شيء بطلع شجر أسود وبقتلك دايركت. حصان شجر أو سم. لا ضربنا السهم غلط. خلنا نقرب شوي لقدام. نرجع على السهم من بعيد. خلنا عملته من بعيد طبعا ما نقرب عليه. هون نقدر نقتلهم كلهم من بعيد. طبعا سريع إذا ركض وراك بركض بسرعة كبيرة يعني. لسا على ما أظن في واحد لسا هون. هاي هو. بس هيك خالص. هلا نحاول نطلع نفق. طبعا هون في نفق. تاخدوا الماتيريال كلياتها. سامعين الأصوات. خلنا ننزل على النفق. نفق صغير يعني ما بس مش ناخد السحر. طبعا نفتح صندوق. شايفين غضب الذهب. تابع الحصان. هلا هون كمان في لغز نحاول نحله. ثمانين كلهم عذبكم. ناخذ هاي الماتيريال. هذيك الماتيريال كلها عادي بتمرقوا عليها بتاخذوها. ما حدا بيلحقوكم بس طلع بتركض بالحصان بتقدر تنفذ من منطقه كامله يعني. حتى هون حتى بهي القلعه في كمان هاي بتركض بسرعه. حاولوا تصيدوها بسهم او بسحر. شايفينه واقف هنيك. طيب
متابع؟ شايفينه حتى هون مثلا، شوفوا هاي الماتيريال، اطلع عليها على السريع تاخذها وتضل طالع يلحق عادي. هلا بالنسبة انا بدي ادور على القلعة المخفية اللي هي بالزاوية تحت، خلنا نشوفها. على ما اذكر ان هي بالزاوية تحت، كنا ننزل عندها. هون في بونفيار كمان، خلنا نفتح البونفيار. اوكي شايفين حتى هديك بتسقوها بالسحر، خليكن بعاد عنها. ايوه هون قلعة، شايفين هون قلعة مخفية. طبعا اللغز تبعها بسيط جدا، لامس ثلاث شعارات عفريتية. ايوه هاي دور على الثاني. هون في مروحة بدنا لفوق، هاي كمان حاولوا كل الماتيريال اللي هون. هاي الثانية، كيف ما تقتلوا بعضهم او شيء والله ما بعرف. حاول ندور على الماتيريال الثالثة. نفس الطريق ونضل ماشيين جنب جنب على اليمين، بكون اختم تلي على اليمين على اليمين، نطلع لفوق. ها شايفينا هون راح تكون بهالمنطقة، ما دام طلع هاد راح تكون بهالمنطقة. ها هي هي الصخرة، شايفين الصخرة، بس نضربها بنفتح اللغز التالي هيك نحل اللغز. في اصوات بنتابع لعند القلعة اللي كانت مخفية، نطلع نكتشف شو فيها سحر. طبعا كله بيعطيك فيها تعاويذ بيفيدوكم. لا تعبروا، لا تعبروا اي واحد عبثي، بتضلوا ماشيين على طول. هاي هي شايفينها، في صوت كان بس على كل الاحوال خلنا ننتقل على الباب على فوق. راح نكمل طلع على الدرج عشان نوصل لل السحر او الصندوق اللي فوق ونفتحه ونشوف شو فيه. طبعا اصوات كثير يعني حزين، هدول كلهم عبكم، ما بعرف ليش انا نازلين بكاء. على كل الاحوال نكمل. هذا الصندوق شايفين النصل الذي لا يرى والشكل الذي لا يرى والبيضة الغافية، البيضة الغافية طبعا. سمعني صوته، هلا نحن ما راح نعبره. طبعا خلصنا كل هالمنطقة، لسه في الشجرة اذا حابين كمان في حواليها نقطة يمكن. خلنا ننزل على
أفكر أخذ المروحة ونضل طالعين لفوق اللي هي هون. أيوة في واحد تاني حلو في واحد تاني. هلأ رح نطلع لعند إن شاء الله بظن البوس اللهم صل على سيدنا محمد التور أو شيء هيك يعني. أخذنا هاي الماتيريال من هون رح نطلع لعند هاي المنطقة اللي كلها جبال وبسم الله منطقة غثيثة جدا. البونفاير اللي هون منيح والله حاطين بونفاير منيح اعطانا مسافة ما نكون شايفين هون فيها كأن في هاي الغثيثة حاولوا هربوا منها دار هدول هون. خلنا نقطعهم على السريع لأنه إذا وقفنا بيهجموا علينا احنا بوحدة وخالصين نقعد نخلص من 3-4. خلنا نطلع على السريع بس شوفوا هون الجسس ليش هيك في جسس كتير. هذا الكلب بيهرب منه لا يا حقير لا يا حقير حاول نقتله طوحنا البلاد كله. طيب في ريد فينجر اجا تعال عم ضربته لقيمة على فكرة ضربته لقيمة يا جماعة. خلينا نشرب بس ايوه يلا عليه بسم الله. هو كله ضربتين بيكون خالص يعني حقير كانوا في كلب هنيك خلنا نروح نقتله كمان. بس منطقة كلها غراب وجفط ودماء وجسس معلقة كأنه هون كانوا يعدموا كل الجسس بالقصة. خذوا هاي الماتيريال بس ما في شيء هون الجسر مقطوع ولفوق هاي بننزلها بظن من منطقة البركان لهالنقطة هاي. يا ويلي منظر مرعب هون. على كل الأحوال بنفوت على البيت نشوف شو فيه. كوخ نتن جيفة وكلها نتن منطقة نتنة صراحة منطقة نتنة. هونيك في كلاب. على كل الأحوال رح أكمل على الجبل لفوق يعني أحاول أطلع لفوق أشوف على الخريطة بس. اوكي ناخذ الحصان على ما افكر اخذ الحصان واطلع لفوق. يا رب بسم الله حاول نطلع لفوق. طبعا راح اقلكم هلا انا على الدرج اللي دغري بس جيتوا من هون عايدكم اليمين راح تلاقوا درج طويل حاولوا تطلعوا عليه بسرعه. طبعا هدول لحقوني على السريع سريع 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 سريع. ايوه نطلع لفوق طبعا طلوع طويل كتير يعني في عنا اكتر من درج نحاول نطلع عليه هون بسرعة ونكتشف المنطقة بنفس الوقت راح نكتشف المنطقة كاملة. هلأ هون انا بظن في بونفاير بس وين هي وين بونفاير على اليسار. خلنا نشوف على اليسار. ايوة هي بونفاير. طيب نقعد على البونفاير عبي بلاد. على يساري في رونز يعني حاولوا خذوهم لدول الرونز. شايفين منطقة كبيرة ناخذ الرونز حاول نكتشف هون في شيء ولا بنوقع. اذا بنوقع وبنجي كتاف بلاها النزلة كلها
طيب نحاول نكمل نطلع لفوق. طبعا هون كمان نفس العملية ولا شو في هون؟ لا هون في جنود. أيوة هون كأن كان حاصل معركة أو شيء وظلوا ثابتين بهالمنطقة هاي. نطلع سريع. أو هذا أبو حديد عوجه هذا العملاق تحت شايفينه؟ منطقة كل جنود. كان في حدا طالع لعندي أنا. ما في شيء. سمعت صوت لأنه أنا. طيب نقرب علينا نقتله. كان في واحد وقع من فوق أنا شفت. هذا شكله كان نازل مستعجل. طيب نكمل نكمل مسيرنا لفوق. هلا انا والله نسيان هون النقطه كيف بدنا نطلع لها، بس خلينا نشوف شو في هون فوق. ايوه نزلوا علينا الزقاق. تخطوهم ركضوا عليهم ما في مشكله، خليكم قطعوهم بسرعه. هون نفق الحقير الصراحه انا بسميه. اوب 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 لحقنا كلب لحقنا كلب. سريع 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 سريع. الله يلعن. رضى الله عليك. نط علي. جاني غدر جاني غدر حقير. طبعا هذا النفق هذا النفق في هاي العجلات والأحصنة طبعا من نحاول ندير بالنا منها كتير. وانا بدلكن على طريقة هلأ نفتة. طبعا انا عدت اكتر من مرة وما بظن واحد يقطع من مرة واحدة، واللي بيقطع من مرة واحدة كتير بروفيشنال. لان بدلكن شغلة علمسة علمسة بتروحنا، وهدول الحقرة اذا انتجم عليك كله مثل هذا حقير. بس الحلو هون انه هي بتدعسهم، حلو انه هي عم تدعوس هدول، فبتريحنا كثير يعني. اوف 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 خلوها لتطلع وبنزل نحن على السريع. في عطول على اليمين واليسار، هم حاسبينها انه على طول على اليمين واليسار بتقدر انت تنفوت كل هدول. خلصنا منه، استناها لترجع تطلع. ايوه هاي بتبرق من الداخل. طيب لكن مثلا نتحرك على السريع. شايفين نزلت لتحت هون في واحد بنط نط. خليكن ما تعبروه لانه هو بس لبين ما وقف تطلع عليه تبعته. موضوع ايزي. نكمل نزول بس نرجع نطلع. ناخذها سريع سريع. لا لا وقف هجم لانه ما طلعت لفوق كثير، طلعت بس اول وحده. يلا قول بسم الله. سريع 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 سريع. هون في واحد خسيس. هي ما راح تسيبه لانه صار حدي هون. ليه؟ خلوها بس ترجع تطلع. انا صارت قريبه. ننتقل النفق على اليسار. شايفين في دخلة على اليسار، حاول ندخل فيها. بس هلا هون في كذا واحد من اللي برموا اسهم ومشعين جدا صراحة. حاول نضربوا سهم. بالتحت بس ما صاب معنا. طيب خلنا هذا اجا خلنا نقاتله شوي. يلا شايفين شايفين السهم تبعه السيف تبعه. ايوه جاني هذا الغثيث. هذا شو نعمل فيه هلا؟ اهجم عليه اقتله ولا اضربه سهم؟ هات اضربه سهم احسن لي انا. شوفوا كيف واقف. طيب نعطي سهم. هلا عندكم على اليسار هون في واحد بيكون واقف على اليسار. اطلع لكم غدر
حاولوا اصطادوه دغري غدر سريع. اوكي رجع رجع يطلع هذا اللي جوا اضربوا سهم كمان. سهم ثاني طبعا بده سهمين ليمون. طبعا انا مرات من هون قبل مرة سكرت الفاير هاي سكرتها لأقدر أتحرك بسرعة أكبر. ديروا بالكم منها. هلأ هاي في ماتيريال فوق بس نزلت للأخير بس أول ما بتبلش تنزل تطلعوا تاخذوا هاي الماتيريال بترجعوا تنزلوا هون على السريع. أنا يعني شايف تصير حركتها من هاي النقطة تنزل على السريع على اليمين يمين على السريع يمين 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 هذه هي بتدعسهم. هذا ايش صار عندي هاد شايفين تطلع هي لفوق فيها دخلة على اليسار كان. يلا بسم الله واحد اثنين ثلاثة سريع 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 بس ما تلحقنا تنزل. اجت 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 اوه هون في بوس هذا الحبيب يطلع سريع. هلا استنوها هاي لترجع تنزل اذا تطلع ترجع تنزل نركض على السريع لوراها ناخذ حركه سريعه لهون على اليسار طبعا هون ما نتحمل ترجع تنزل بس نزلتنا دغري نسحب على السريع على اليمين ما عندنا حل تاني. وقت ما في هاي عم بينزل ايوه فكرة عشان انا بدل بس تطلع بدي احاول امشي لتحت على السريع ايوه بس اطلع ايوه طلعت يلا بسرعة 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 هاي حركة بطيئة جدا شو هاي طبعا نفهم هاي على اليمين خليني اخذ منها بس اول شيء يلا طلعت يلا ناخذ منها على السريع سريع بس خذوا هاي الماتيريال طلعنا فوق في هون البوابة وما بظن في شيء تاني هون يعني بس هاد الدرج بتطلع لهون ومن الطلعة بنفوت على البوابة بظن بس تفتح هاي البوابة راح نحصل نعم مثل ما توقعت شايفين في بوس هون قول بسم الله مجهزين امورنا على فكره معي بس 3 دام ان شاء الله يكفوا معنا واذا متنا بنرجع بنعيد من هون قول بسم الله ايوه هذا الذئب تعال الى هنا ايها الكبير يلا ايزي نهرب منه يمين يسار نهرب منه اما هو يلا طلع 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 اوبا ضرب السحر لا 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 انا حركت غلط انا حركت قدام يلا هو بس طار لفوق نزل ونحمد السحر ما تودع البوس بعد تعب شديد نزلة والطريق نرجع نطلع من هون طيب ليش الحصان ما بطلع معي اوكي بطلع الحصان
هذاك ما بنعبرهم خلص، هدول بدنا نقطعهم على السريع. هون كان في انتقال بس انا نسيان وين الموقع، خلني اشوف بس دقيقتين. هلا هون الجنود، ننزل لتحت في عنا البونفاير مثل ما قلت لكم في منطقة الرونز، بس وين صارت النقطة اللي بدي اتحرك انا عليها لاطلع التلة؟ هو اهم شيء اطلع الجبل انا لفوق، بس هذا اللي بدي اياه. هلا هاي الماتيريال خدوها من هون. في كلب طبعا بيروح بالكم منه. ننزل للبونفاير، خليني بس اوصل لنقطة معينة. طيب بلشنا من هون، معناته عنا طلعة. إذا هون الدرج لتحت لازم في طريق، خليني أفتح الماب أشوف على الماب أو في طلع طريق يا جماعة من على اليمين، وفي صخرة على اليمين نقفز عليها على طول. في عند هذا الخفيف بس اركضوا هيك توصلوا لهي المنطقة. شايفين في بوس واقف فوق إذا لاحظتوا عليه بالزاوية، ها شايفينه؟ نط. أهلا وسهلا بك أيها البوس. شايفين؟ هون الدرج للبوس اللي فوق اللي هو التور، خلنا نسمينها الثور. يلا نطلع عليه، طبعا درج طويل. معليش تحملونا شوي بالفيديو، اعطونا هيك شوية دعم ولايك وسبسكرايب، وشكروا لنا هالجرس خلي يوصلكم فيديوهات جديدة. ونكمل القصة سوا طبعا. طبعا هون في واحد من بالسهم، انا برأيي بالسهم. اوكي خلص الموضوع، نطلع الدرج نكمل طريقنا. في درج تاني من على اليسار كمان، ها في درج تاني من على اليسار. ما بعرف اذا في نفق هون ولا لا، نسيان الموضوع. بس انا اتحرك على السريع. في ماتيريال ما تنسوا تاخذوها. شايفين في درج بطريقة ثانية. عسريا كمان لهذا الدرج. هون في هدول عسريا يتحركوا عسريا عسريا، كانوا حاملين هدول الطيران او شيء. نطلع كمان، ضل طالعين 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 لنوصل للبوس. شايفينه؟ وصلنا لفوق، حتى هيك ما وصلنا للبوس كمان. هون في جنود هون بهالمنطقة. هاي نحن فوق، لازم نطلع لفوق. طبعا هون انا بتذكر في نفق على اليسار، رح نرجع نفوته ان شاء الله انا وياكم. شايفين هذا النفق؟ هون ما ضل في شيء نهائيا، يعني هاي النفق شايفينه على يميني، بس هيك ما في شيء نهائيا. معناته نحن طريقنا من تحت مو من فوق. ايوه هون في جسر، نزل على الجسر بس هذا هو. اي هي التل اللي فيها البوس. نفتح البونفاير. وهلا بنقول بسم الله، نطلع على مروحة وبنوصل عند طريقنا هذا البوس.
استنى هدي هدي وصلي على النبي هدي شوي بس خليني اركز معك انا بس اركز معك هوب تعال 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 شقلب هاد حلو 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 حركة سريعة سريعة لا يا الله لا 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 هدي 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 راح الجد تبعنا كامل حلو قرب لهون قرب على الساحة خلي قرب نقرب بقلب الساحة خلي قرب نقرب بقلب يلا بسم الله بدي نقرب في حرك كثير يعني هجم فلت صاحب يلا قرب 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 هاي هاي سهلة ولذيذة حاولوا تجوا منها لأنه مش شيء سهل وراكي بهذا الصخر طبعا تمام جمع بجمع الطاقة أيوة رفع رفع السكون كله لفوق إيزي نفلنا 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 يلا فوت واحدة اثنتين لا 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 معسر يا ريت صعب يا صعب ريت ما صعب منها ما صعب قرب قرب تعال تعال لك تعال لك تعال هون مجال كثير انا اخذت واحدة اثنتين ثلاثة لحق ما قدرت اخذ منها ماشي الحال هجم هشل هشل الثور هشل يا الثور ممتاز ممتاز هلا نفدنا نفدنا لهالمرة هاي تعال تعال يا الحبيب نفدت نفدت ممتاز يلا تعال عاب حاول نضرب سهم شوي تعال سهم الله على هذا أفدت سهم امسك يلا 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 واحدة اثنين هاي كثيرة يرفع 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 ما رفع حلو حلو الحديد حلو القتال الفريد قرب قرب هدي 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 ما صعب هلا شيركم واحد اثنين ثلاثة اوكي خلصت خلصت على عكاس يا الله هاي الفية بقى عرطوني صايرة قرب 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 يلا بدنا نهي 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 على السريع بس بس عد عدوا لا في أرضك يا الله الفك الوحشي النجم الساقط هو سلاحه أحلى تحية منكم جامبينج يلا 1 2 3 حلو الحديث حلو الحديث على تعب وعلى متعبين
حبيبي والله دي هاللعبة الكريمة. طيب هلا بدنا ندور على البون فاير، نزل عنده قبل عبي بلد مليح. رح نركن على طريق بننزل فيه من هون على قلب البركان، يعني اللي بيكون بهاي المدينة بيقدر يقتل البوس هون وينزل دغري على مدينة البركان، لأنه هاي المدينة توصلوا لها من المنطقة الصفراء بعد ما نطلع من المحل ما التقينا تعويذ. هل بيعطينا تعويذ وبيبيعنا تعويذ وحكينا معه في طريق من هنيك وصلنا لهون من غير ما ننتقل دايركت على منطقة البركان. وهون في طريق بينزلنا على البركان، شايفين من وين؟ تلة نقفز على اليمين، كمان في عنا شوفوا قدام سهر، كمان فيكم تروحوا تاخذوه وإذا بدكم تضلوا نازلين من هالمنطقة هاي هيك. طبعا كأنكم فايت هون صغير قطعوا هاد الفايت وبتفوتوا على البركان. طبعا أنا بس هادي طريق مختصر لمنطقة البركان. ما عارفين يفتح ماب، خليني أجلس بس على البوم فيار يفتح ماب. ننتقل نقتل البوس تبع الأرواح وراح نلاقيه فوق. هاي واقفه هون، ضل واقفه هون. هاي it might be possible for me to wheel perhaps then I can aid you in battle. بعدين بتعود تساعدنا، خلص خلوهم. بعدين بنلتقي فيهم. نطلع لهون نكتشف النفق والبوس تبع الأرواح. شايفين من عطانا إشارة لفوق، معناته فوق النفق هذا هو البوس. شايفينه مجدف العرقوب. ورا نلحقوا على السريع، نلحقوا ركض ركض. شايفين خلصت حكايته، ايزي ايزي جدا. طبعا هون في عندنا طريق على اليسار حوالين منطقة البركان، من هون بتوصلوا لهم. طبعا شايفين انا بس جيت على المنطقه لتكون من هون فينا نكمل حوالين الجبل منطقه البركان. نحن هلا بنطلع نروح على النفق. هذا النفق اللي فوق في لغز وفي طريقه لتنفذوه. طريقة الطول هذا سهلة يعني، بس هو ما كانت الإشارة من هون. نحن بنطلع طوع لنوصل له. شايفين كيف هذا هو على اليمين؟ نفتح الباب. نفوت على النفق.
السكاكين عم تطلع تنزل. حاول نقطعها بسرعة. دور خمسين. هدول الصرع للترمي بالحياة. خلنا ننفر 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 ننفر. ما عليكم منهم بعدين نرجع بإذنكم. كملوا على السريع. هدول تهجموا عليكم. اقطعوا هون. ركب 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 ركب. هذا الزعيم هون خلنا هذا الجندي. والله صار من المرتين اخر نصيبي. والله حاول فيه. والله العظيم حاول فيه. طيب نطلع لفوق. هاي البوابة هون اللي بحب يفتحها يفتحها. اي اي طلعنا للكهرباء. هذا مين اللي من وراي اللي بيحب يفتح هاي نقطة الكهرباء الباب عفوا يفتح الباب ونحن راح نكمل لقدام. طبعا انتم ما كنتم شايفين هون في هاي بتدعس عليها بتقوم تطلع هي بتنزل نحن لتحت. بس نزلتوا لتحت بتطلعوا من نفق سري هون. طبعا هو هذا النفق اللي بدنا اياه. ليش؟ لأنه فيها بالإيد بنفتح البوابة من هون. طلعنا هذا طيب ما عليكم منه. نفتح البوابة مفتاح. شوفي نرجع بنكمل وبنرجع بنطلع بالدرج نفسه. بس تطلعوا بالدرج نحنا مشينا من تحت فتحنا البوابة بس من فوق. طيب ما وصلنا لفوق. رجعت تعس عليها مرة تانية. شايفين هاد صيروا بالسهم. نركض بسرعة بسرعة تحتو. شايفين فيه قال الدم. اوكي تجري عسل يحصل عليه. والله هو المرحب اللي وراي هذا حقير. هلا فتحنا بوابة اندفق في مكان ما انفتح مصرع باب ثقيل اللي هو الباب تبع البوس. طيب لننزل من هالمنطقة هلا. هون في واحد قدامي سوالي بس خليني اتصيده. بس خلصيني. لننزل لتحت هون هو السر. كيف بدنا نوصل للطريق اللي قدامنا؟ بننط على هاي ما نكون شايفين. بنرجع هي عم تنزل دغري. بنحاول نحرك لهنيك. شفتوا كيف؟ بدي تكون هاي البوابة انا ما فتحتها لاني بدي انا مفاتيح اكتر للشرح وللفيديو. اما انتو فيكم تفتحوا المفتاح وتفوتوا تكتشفوا شو في ما فيه. ما تعلقت ولا تلقيت على هاي. لازم ادعس عليها. المهم ننزل نكمل على السريع. هلا خلص بدنا نطلع من هون لان بوابة البوس فتحت. هدول كلهم طبعا بتاعت قتلتهم انا في الفيديو عشان اضل متابع على السريع. نطلع لفوق طبعا. بس انا رح اقعد على البونفاير لاني ما ضل معي غير ثلاثة بلات وما بعرف شو البوس اللي بدي الاقيه جوا داخل النفا. فخلنا نقعد على البونفاير ليتين ونطلع. وندخل للبوس. قول يا رب.
هذا كلب تراسة مدفن شجرة عربون. يلا حبيبي نام. حلو خلصنا من هذا النفق. هلا بقولكم انه راح نكمل الانفاق التانيين ان شاء الله بفيديو تاني، لانه الانفاق هون كتيرة والالغاز كتيرة، فلنخلص كل هالمنطقة هاي. راح انزل من هاي النقطة وبنعود بنكمل الانفاق مع المطاحن اللي فوق، نخلصهم بفيديو تاني وبس. يعني انا برأيي بنكمل كل هالمنطقة ان شاء الله بفيديو تاني، ونحاول نلمهم كلهم بفيديو واحد عشان ننتقل للمنطقة الثانية بعد هالقلعة ونروح على منطقة الثلج ان شاء الله. هيك بكون دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من المتابعة والشير واللايك. بأمان الله.